من أشهر الأمراض اللي دلوقتي مالية كل العيادات الجلدية في الأطفال الصغيرين حاجة اسمها الجدير المائي. إيه حكاية الجدير المائي؟ الجدير المائي هو عبارة عن فيروس اسمه فاريسيلا زوستر فيروس. الفيروس ده بيكون موجود في السائل المخاطي بتاع الأنف بتاع الأطفال، فإذا كان حصل رشح أو حاجة زي دور برد فبيكون نازل في السائل ده. علشان كده الفيروس ده بيكون معدي جدا بالعطس أو بالكحة. كمان الفيروس ده بيكون ليه شكل معين. الفيروس ده احنا بنقسمه عشرات: فترة حضانة 10 أيام، فترة عدوى 10 أيام، وفترة أعراض 10 أيام. يعني ايه؟ يعني دلوقتي الطفل خد عدوى من حد زميله في الحضانة، حد قريبه قابل طفل عنده الفيروس ده، هيقعد 10 أيام على ما الأعراض بتاعته تبان. بعد كده الأعراض بتاعته هتكون عبارة عن ايه؟ من 5 لـ10 أيام هيظهر عليه تعب، هيظهر عليه سخونية، هيظهر عليه رشح، وبعد شكله بالظبط زي أعراض البرد. بعد كده هيظهر عليه راش أو حساسية في جسمه كله، عبارة عن حبوب صغيرة لونها أحمر، بعد كده بتعمل زي فقاعات على الجلد وبيكون فيها سائل. لما حللوا السائل ده لقوا برضو الفيروس ده موجود في السائل. يعني طريقة العدوى حاجتين: يا إما بالعطس، يا إما بالكحة، يا إما لمس الفقاعات دي. الموضوع ده بيكون مؤلم جدا والطفل بيهرش بطريقة فظيعة. علشان كده احنا دايما بننصح الام ونقول لها على قد ما تقدري الطفل ما يهرش، وهنقول دلوقتي ليه. بعد كده الفقاعات دي بتنشف وتبتدي تعمل قشر او كراست، وبعد كده القشر بيبتدي يقع. الفترة دي بتاخد لها من 10 أيام لأسبوعين. بعد كده الطفل بيتحسن جدا.